بانوتيت. اليوم فيديو جديدة حق قصيدة شعري، وفهم برشا حاجات جدد صايرين شوية هكا في حياتي ليامات هذوما. أول حاجة كان تشوفوا وجهي تعبة بالقدا، سمنت شوية باسكو سوي انسانت، عندي عامين ونص، بون عامين وشوية حاسيلو ملي عرست في جوان، لو 8 جوان عامين التالي دونك 2013. و اجل تحكيت الحبيله وكل قلت نقرا وخاطر نعمل ماستر وكل، دونك توا سبحان ربي كي يعطي يعني يعطي حاجه ما تستناهاش. دونك انا توا في شهري الثاني، داخله في شهري الثالث، كل شيء مازلت ما ظهرتش بالكدا، بون فما هكا كعبوره صغيره اما ما ظهرتش بالكدا. ابار سا عملت كوب لشعري، مشيت لواحد جديد اسمه فرانكو، ان ايطاليان يعمل حاجات ديكوبي فاتقو حاسيلو. دونك فوالا هذو من الحاجات الاثنين. اليوم حبيت الفيديو نتاعي نحكي لكم على الحاجات لي فافوري نتاعي بالنسبه للبريود الاخرانيه الكل. دونك اول حاجه باش نبدا بها اللي هي الفونتان. الفونتان على الاقل كان ما يجينيش في النهار يجيوني 6 مساجات شنو الفونتان اللي تستعمل فيه. البنات انا ما نحبش الفونتان، ما نستعملوش كان للسبيشال اوكيجنز. اليوم عيني على العراس، عندك سواغي، عندك مش باش تعشى في غيستو حاجه، دونك نستعمل وقت فونتان حبينا فول كفرج وكل. اما بالنسبه لكل يوم حب حاجه خفيفه، حاجه ما كنت حالك ما تبداش هكا ملقزه في وجهي. دونك لو فونتان ولا البرودوي اللي نستعمله لوجهي بور اونيفي ما بو اللي هو هذايا البيبي كريم من سماش بوكس، يجي كيما هكايا، فيه اس بي اف 35، فيه شنو اخر اسمه سماش بوكس كاميرا ريدي بيبي كريم اس بي اف 35 كيما قلت لكم، فيه 30 مليليتر والكولور نتاعي لايت. اللايت ماهوش لايت برشا كيما تشوفوا، كمان فيه لون انا ديجا غامق عليه شويه، دونك ما نستعملوش في وجهي الكل، نستعملو كان على الدائر سير تحت عينيا وفي خشمي ودائر سير فمي. نستعمل لو فامو كاستير اللي انا نحلف بيه اللي هو هذا شو اسمه ماك في الكولور ان سي 20 ان سي 20 ستوديو فينيش كونسيلر، هو بيدو زاد فيه اس بي اف 35. دونك نستعمل الكومبو هذايا في وجهي كل يوم، كي نجي باش نمشي نقرا باش نمشي نعمل اي اكتيفيتي ما نحبش حاجه ملكزت لي وجهي. دونك جو شيرش لو ماكسيموم انه يكون عندي كولور حلوه ما غير بهش. دونك هذايا بالنسبه للفونتان. بالنسبه للبرودوي نتاع الوجه، حابه ياسر عاشقه انا ياسر في الكولور هذايا، اكيد راكم شفتوها في فيديوهاتي قبل اللي هي من كيو، لون ما عنديش منه في الكوليكسيون نتاعي الكل، لون يفتق نتاع فرجو. دونك فرجو اون كريم، باش نوريكم الكونسيستانس نتاعو، يجي كيما هكايا، لا كولور غريبه عجيبه حبيتها برشا انا. ما نستعملوش بيدي على خاطر حاولت نستعمله بيدي والا بفوشه من نوع هذايا الستيبلين براش من الف اللي هي تجي كيما هكايا، ما عطانيش ايفي يعني في وجهي. وليت نستعمله بالهذية الكبيره جوست بعد الفونتان، نحطه هو ونعمل هكا انها نتابوتيه في وجهي الكل، يعطي جلو يفتق في الوجه ويعطي كاين وجهك ضاوي ومنور من داخل، حبيتو على الاخر. وبيان سور بالنسبه حاجه الاخيره للمكياج بونس اليوم اللي هو اللون اللي نستعمله في فمي ليلا نهارا وايام الاحد ولا كيفاش يقولوا فيها، اللي هو هذايا من باكسم، يجي في الكولور او ناتوريل في الكولور هذايا ياسر حلو، ما فهميش مكياج ما فهميش لوك، سوا قويه خفيفه نتاع ليل نتاع نهار استعملت فيها الكولور هذايا وما طلعتش واو، يعني يعطيك تحول انستونتاني، تتحول من طفله عاديه ذا جيرل نيكست دور تتحول سوبر ستار. اللي هو الكولور هذايا ياسر حلو،
منعش كان يقولوا لي انها من نهار اللي هو تقطع منعش شنو نجم نعمل في روحي حقا. بالنسبه للمناسبه نتاع تقطع الفونتا هذيا البيبي كريم تلمو لي انا خايفه لهي تتقطع من السوق خاطر ذا بيست ذا بيست اوف ذا بيست اللي استعملته الجمله في حياتي خاطر استعملت برشا دي برودوي يعني للوجه في الغالي وفي الرخيص خديت منها اربعه وهي الوحده بركة ب 50 دولار دونك باش تفهموا قداش انا نحب البرودوي هذيا. دونك اون باس توا للبدا ماما حقا جيت من تونس هي وخويا باش يقعدوا بحذايا يميت دونك جابت لي كوم كادو جابت لي الكوفري هذايا فيه جيل دوش وفيه كريم للبدن وفيه انواع مختلفة متاع صابون والبارفان متاعو ياسمين. انا احسن بارفان عندي في الدنيا ماذا بيا لو كان الكوكب الكل اللي ريحته ياسمين. دونك شوف قداش كيوت كنت تحبوا تشريوا البنات عندهم برشا في البوتيك البوتيك ولا شامبيون من تيلي شامبيون تاع سنتر فيل وراه من تيلي فما بوتيك صغيرة تنقولكم شنية المارك المارك اسانس اي بليزير ويعملوا 100% ناتوريل دي انغريديون. الحاجه اللي انا عجبتني مش نورمال في لي برودوي هذوما ريحه ياسمين. شفت المشموم تاع الفل والياسمين تحطه في وذنك في ايامات الصيف وكالجو ذاك اكزاكتومون اكزاكتومون ريحه غريبه كيفاش وصلوا عملوا ريحه هذيا فريمون كاينك صبيت مشموم على لحمك وعلى قد ما انت تتحرك على قد ما الريحه روعه وجميله. سامحوني فما ياسر حس نسكن على الطرود دونك نشكر ماما برشا على الكادو الحلو هذا وتجي في قفه صغيره كيما هكايا بيان سور انا الكوفري كان اشب من هكايا ما انا فرقته من بعضه والقفه الصغيره بيان سور كيما اي تونسيه لقيت لها يوتيليزاسيون اخرى وعملت لها موديفيكاسيون وحطيت فيها اللوبين anyways دونك ننصح برشا بالكوفري هذيك سواء ليكم انتوما والا كنتم مع رايس تحضروا في تحبوا دي كريم وكل والا حتى دي كادو يعني اسوي ما مهمش غاليين برشا. حابه زيدا الوجهي حابه ياسر 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 الكريم هذيا من غارنيي كلين اسمها سموذينغ كريم كلينزر جي كيما هكايا باهي كيما الكريم بالضبط اكزاكتومون كيما الكريم تاع من الهيدراتاسيون بها وجهك اما هي تحطها تحت الماء وتغسل بها وجهك. انا وجهي بشره عاديه وعندي تي زون نتاعي فيهم زيت ما نعرفش علاش خديت البوسيش ومانيش نادمه بالكل جادر على خاطر لي برودوي اللي ناخذهم للبشره العاديه والا للبشره الدهنيه حسب ما انا وين نحس بعد ما نغسل وجهي اللي هو يشيح لي وجهي. الكريم هذايا على قد ما نغسل بها وجهي نغسل بها وجهي على قد 3 مرات في النهار منحس الجمله اللي انا مستحقه باش نعمل ابليكاسيون تاع كريم هيدراتونت بعدها روعه روعه روعه. ما عملتليش حبوب انا وجهي نعملها كي تطلع لي حبه يعني تري سنسيبل وجهي حق بتي تخرجوا تشوفوا لي وجهي تبدل شويه طلعوا لي شويه حبوب نتاع حبيله اما قاعدين يتحسنوا لي هرمون هم طلعوا هم هبطوا دونك اسبيرون ما يطلعليش كلف خاطر كلف مصيبه بالنسبه ليا انا. دونك ننصح برشا بالكريم هذايا اشريوها البنات كي تلقاوها تحفونها برشا ما تشيحش الوجه وتنظف بعمق وتنحي حتى المكياج. بالنسبه للشامبوان كيما تشوفوا راسها ضايع وهي فارغه حبيت نحتفظ لكم بالدبوزه شامبوان هذايا تري شنو للشعر الشايح بور شوفو سيك و ابيمي يجي كيما هكايا قال لي هو فيه 4 مرات بلوس ديدغاتاسيون وكل حبيته مش على خاطر يعطيني ايدغاتاسيون ما يعطيش ايدغاتاسيون جمله للشعره. انا شعري في الصيف يولي شعر مهبول على الاخر هاو زيت هاو شايح هاو نفج كاتاستروفيك حسيلو. الحاجه اللي تعجبني على الاخر في الشامبوان هذايا وقت تغسل بيه شعرك تحس النظافه تحس شعرك عم تحس بالنظافه. دونك حابه ياسر الشعور هذايا سورتو في الصيف واحد ماذا بيه ريحه نظافه واحساس نظافه. ما ننصحش بيه للشعر الجاف انا شعري جاف على الاخر اما يتحول الى دهني في غضون 4-5 ايام ومن بعد تتحول التشكيله كلها. ما نيش حابه الفكره نتاع شعري في الصيف اما حابه الفكره اللي فما حاجه حقا حاجه باش تستغربوا لها على الاخر بيزار مش نورمال
تفكروش مره حكيت لكم على هيفي اللي قلت الف هاي ديفينيشن باودر واللي هي اخيب ما يكون اللي هي ما نستعملهاش واللي هي تفازت لي الوحده نتاعي شو اسمها الكوافوز نتاعي وما تعمل حتى شيء للوجه وتخلي الوجه يزيت واجوتي قتلها يوتيليتي جديده. ناخذ فوشه كيما كي نحل الاخت ونشد الفوشه بشعري لما صخ يبدا مزيت وانا مزروبه ما نجاش نغسله ونقد وانا مزروبه على الاخر وهاي هاي 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 في لي غاسين الكل بالفوشه ونبدا هكا 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 ومن بعد نعمل له كاين نفرك بالشامبوان ونسيبه شعرك يرجع نحى زيت الكل ويرجع كاين كنت كذب. اختراع عظيم ما فهمتش كيفاش ربي هديني الصباح دونك استعملته ثامز اب. اش قعد اخر للبدن زيده دونك انا في البريود نتاع الوحم ونتقلق وريحه خايبه على الاخر نشم في الروائح مهما يكون انا وين نشم في الروائح غريبه دونك ما عادش نحب حاجات فهمية ياسر بارفانيت وكل. خذيت الجيل دوش هذا البنات باش نحكي لكم حق على لي برودوي اللي نقول لكم مثلا باغ اكزومبل دوف تقولوا دوف راهو ولا بونتين ولا تريزومي ولا اي مارك انا نوريه لكم لهنا ولا غارنيي ولا اي حاجه راهو نحكي على البرودوي اوريجينال راهو اللي في تونس ماهمش دي برودوي يعني ها اصليين ماذا بيكم كان باش توصيو من برا ماذا بيكم ما توصيوش برشا على المكياج خاطر في تونس عندنا مكياج اوريجينال وارخص ياسر من برا وصيو على البرودوي الاصليين لي شامبوان لي كريم الحاجات الاصليين اللي ما تلقاهمش في تونس دونك شريت هذيا دوف هذيا ريحته ما حبيتش الريحه جمله بتيت خنتو ما تحبوش الريحه اما ريحته اكزاكتومون كيما ريحه نظافه كيما ريحه صابون دوف هذيك اللي يغسلوا به الوجه ريحته اكزاكتومون كيما هكاك ما فيهش حتى ريحه خوخ ولا مشمش ولا سورتو في البريود هذايا ما نحملش حتى نوع من الروائح هذوكم اما اللي حبيته فيه مش انه ريحته اما يعطي ايدغاتاسيون غريبه للبدن كاينك دهنت بدنك كله بالكريم هو ديجا هذا على شي يعني هالكليم نتاعو اللي هو يقول لك يعطيك مويستشر للحمك ايدغاتاسيون يعني ها ننصح بيها على الاخر على الاخر على الاخر وريحته تقعد راهينا جيب كويمه قعدوا لي دو برودوي اخرين هما برودوي نتاع الشعر كيما تشوفوا واحد فيه كومبليتمون والاخر في طور الانتهاء الاولاني هذايا اللي هو غارني فريكتيس تريبل ترشنيه مفسخه تلمون انا حبيت البرودوي هذايا هذايا بالافوكا وفيه يجي هو تحطه بعد لابري شامبوان وتخليه كلك مينوت 3 مينوت و فيه قالوا افوكا اوليف واموند وتخليه حاسيلو يعطي ايدغاتاسيون حلوه ياسر للشعر اما الحاجه اللي ما حبيتهاش فيه فيه كما الكعابر ما نعرفش الكعابر نتاع شنو وحتى كي تشل شعرك وتبدا تجبد فيه تحس فما كعابر قاعدين في اللعبه يعني ما حبيتش الفكره هذيك اما يعطي ايدغاتاسيون حلوه 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 للشعر الشيح وفما هذايا شريتو خاطر وقتها مستحقه باش نصرف فلوس ولازم نشري حاجه باش نجبد انها نعمل غوتري يقول لك اسمه غارني فريكتيس زيدا دامج ايريسر هيل اند سيل تريتمنت تحفون على الاخر يجي كيما السيروم حتى كي تحب تعصر ما يخرج لكش برشا تخرج لك كونتيتي صغيره كيما السيروم ما فهمتش شنو الميكانيزم اللي عاملينه من داخل اما حلو على الاخر يكون شعري حكيكه من الهوميديتي ومن الشيح ومن الصيف ومن كل نحطه في شعري ونخليه شويه محلي 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 وما نشلوش برشا البنات يعني جو بريفير ديما سواء ما نشلوش جمله ونخرج من الدوش ونرقد نبيت به ليله نعمل ماسك تاع ليله كامله وغدوه نعاود نشلل ونجبد شعري والا كان انا باش نجبد شعري ديريكتومون نشلو شويه بركة ما نخلي الاحساس نتاعو هو في شعري وجوست نشيح ياسر حلو ياسر حلو بالنسبه للصيف انا شعري ما عندي فيه حتى بروبليم في الشتاء ما نعمل له لا ديماسك لا حتى شيء يكون بيرفكت اما في الصيف لازمني نتحايل اما البنات تقولوا لي كان عجبتكم الكوب نتاعي جديده ولا كان حبيتوا الكوب القديمه خير واسكو نخليها كريد والا نرجعوا فلو اند جلامرس وهذوهم هذو هما لي فافوري نتاعي بالنسبه للبريود الاخرانيه هذيا وميرسي بوكو نشوفكم مره جايه بسلامه.